أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من نعرف عنه أنه يقوم بحث الشباب على الجهاد وإعطائهم الأموال بدون إذن ولي الأمر، فهل مثل هذا يبلغ عنه الجهات المسؤولة؟ وما نصيحتكم لهذا وأمثاله؟ نعم، أولا ينصح، أول شيء ينصح، فإن امتثل وامتنع عن هذا الشيء فالحمد لله، وإن لم يمتثل يبلغ عنه ولاة الأمور للأخذ على يده لئلا يضر المسلمين ويضر أولاد المسلمين، هذا يروح أولاد المسلمين للمعارك وللهلاك بدون فائدة وهو جالس هنا. العجيب أن بعضهم يخطب ويتحمس ويروح أولاد المسلمين وهو جالس في بيته يأكل ويشرب، ويروح أولاد المسلمين ويحمسهم ويحثهم وهو جالس ما يروح ولا يعمل، مع أن هذا كله باطل، لكن هذا من التناقض، هذا من التناقض العجيب اللي عندهم. نعم.